فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بما تنصحون طالب العلم؟ هل بحفظ زاد المستقنع أو حفظ عمدة الفقه؟ بالكلام على الحفظ. الحفظ ما هو بتعلم، ولو تحفظ المغني ما هو بتعلم. هذا الكلام على إذا وجدت المعلم والمدرس الذي يشرح لك المتن، تحفظ كل يوم جزءا منه يشرح لك في الدرس، يعني تجمع بين الحفظ والتعلم، هذا طيب. أما تجلس وتحفظ أو تحفظ الدنيا كلها، ما هو بلا تعلم، بل هذا غرور. وما تورى أنك عالم وأنت جاهل، وإن كنت تحفظ. العلم ما هو بحفظ، العلم فقه. العلم بالفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فقهه الفهم، هذا هو المطلوب. نعم. كم من يحفظ المتون ويحفظ لكن ما يفهم شيء، ولو سألته عن أبسط مسألة ما يستطيع الجواب. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.